مؤتمر حقيقة كان على مدى 3 أيام مثل ما شاهدته، كان بيان الصياهد واضح إنه العام القادم حيكون في شيء أثرى وأكبر. تجربة جديدة إنه نسوي مؤتمر دولي، ولكن تجربة رائعة، وشكرا نادي الإبل إنه يعني مكن بالتعاون مع المنظمة وزارة الزراعة والبيئة إنهم قدروا في خلال 3 أيام يعملوا مؤتمر في ظل ظروف صعبة، ظروف الجائحة، وجابوا متحدثين وعلماء عالميين من كافة أنحاء العالم، من أمريكا، من أستراليا، من إيطاليا. أعتقد البداية موفقة جدا، بيان الصياهد كان واضح في التوصيات. حيكون هناك مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل، وهذا حينقل موضوع دراسات الإبل نقلة نوعية. أيضا الجائزة العلمية اللي أعلنت في بيان الصياهد هذه سوف تكون محفز للعلماء والباحثين لعمل الدراسات اللي إحنا فعلا محتاجينها في تطوير هذا القطاع. الموروث التاريخي الحقيقة، الإرث الإبل موروث إنساني وليس محدود لفئة عن فئة. فكما تعلم يعني في الآيات القرآنية اللي ذكرت فيها الإبل، رحلة الشتاء والصيف، سلاسل الإمداد كانت قبل وجود السيارة والطيارة والمواصلات العامة هي الإبل، فهي موروث تاريخي إنساني للبشر. أيضا في الجانب الاقتصادي، طريق الحرير كان الاعتماد على الإبل فيه بشكل كبير جدا. فاليوم إحياء الموروث التاريخي يجب أنه يتطور، وهذا ما هدف له المؤتمر اليوم، إحياء الموروث وتطويره حتى يصبح رافد اقتصادي وموروث إنساني له فضل على الإنسانية جمعا. شاكر لكم، شاكر لقيادتنا خادم الحرمين ولي العهد، شاكر رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس المنظمة الشيخ فهد بن حثمين، شاكر للقائمين. أكرر أنه اليوم أكثر سعادة لي أنه مهرجان الملك عبد العزيز يدار بأيدي سعودية من الشباب والشابات 100%، وهذا حقيقة محل فخر للجميع.